وين وجهتك القادمة؟ راح تظل، راح تنتقل، احكي لنا. ان شاء الله مباراة مالتنا مع الحلول يوم الثلاثاء تتويج. اي. وبعدها اقعدوا ويا الإدارة، يعني اكيد انت لازم تقعد اخلاقيا مبدئيا لازم تقعد مع الإدارة، وحتى اذا كانت وجهتك لاي كان باقي او طالع لازم تقول لهم. والله يعني تقريبا الاقرب ام صلال. قطر؟ اي. يعني اشاعات هم هوايه قالت على هذا الموضوع، شوف اكو من السعوديه واكو من الامارات، لكن الاقرب قطر ام صلال. شنو يكون يعني معيارك انك تختار النادي؟ يعني مثلا الاجر المادي الافضل، الاستقرار، شنو برايك؟ شوف شلون تختار وين راح تروح؟ المادي مثلا احنا شوف انا هسه لو جايني بالسعوديه فريق الدوري مالتهم قوي، بس من تروح الفريق كمهاجم لازم تروح الفريق يعينك، احنا شلون نقول يوصل لك كره. الفرق اللي جتني يعني ما نقول احنا مو زينه، بس يعني اكو افضل منها، اكو افضل يعني ام صلال افضل، يعني انه لا نوعيه اللاعبين شوف هسه بالجويه تنجح، ليش؟ توصل لك كره هواي، يعني هواي توصل لك، فانت تقول اذا مو الاولى الثانيه، اذا مو الثانيه الثالثه. بينما اذا تروح هذا المعيار، اذا تروح الفريق ضعيف انت راح تتعب، يعني انت نفسك اي يعني ما توصل لك كره ويزل مستواك طبعا اكيد.